إذا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد من مدينة سطات. الثمن ديال الدجاج اليوم غالي، وصل الثمن ديالو 20 درهم الكيلو، يعني الدجاج الرومي الدجاج البيض الثمن ديالو اليوم 20 درهم الكيلو. فكما كتشوفوا معنا على هذا البث المباشر من مدينة سطات بالضبط بالسوق الشعبي شطيبة، فنتمنوا أن هذه الأسئلة هذه تقص على المواطن البسيط المواطن الدرويش، فالثمن اللي هو باقي غالي مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي. كما كتشوفوا معنا على هذا البث المباشر من عاصمة الشوية مدينة سطات، فالثمن ديال الدجاج الرومي الدجاج البيض اليوم وصل ل 20 درهم للكيلو. طبعا بالسوق الشعبي شطيبة فهو ب 20 درهم الكيلو، فنتمنى ان هذه الاسمنه هذه انها تقص على المواطن البسيط المواطن الدرويش اللي يعني الثمن ديال 20 درهم فهو ثمن اللي باقي غالي مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي. البسيط المواطن الدرويش فالثمن ديال 20 درهم فهو ثمن اللي غالي مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي، فنتمنوا ان هذه الاسئله هذه انها تنقص على المواطن البسيط. تقدروا تقولوا المشاهدين الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي شحال وصل ثمن الدجاج الرومي في المدن ديالكم؟ مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي تقدروا تكتبوا لنا في التعليقات واش الثمن حتى هما يعني في المدن ديالكم واش حتى هو 20 درهم بحال مدينة سطات، يعني هنايا مدينة سطات فهو 20 درهم بالضبط بالسوق الشعبي شطيبة او اكثر او قل، يعني واش هو 20 واش 19 واش 18 واش 21 واش 22، يعني تقدروا تكتبوا لنا في التعليقات مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي. كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي على هذا البث المباشر من مدينة سطات، فالثمن ديال الدجاج الرومي الدجاج البيض اللي الاستهلاك ديالو كيكون يومي فالثمن ديالو اللي هو 20 درهم الكيلو، يعني الثمن ديالو غالي وطالع يعني واصل 20 درهم الكيلو فهو ثمن اللي غالي على المواطن البسيط، يعني المواطن الدرويش ما غاديش يقدر انه يشري الثمن كيلو، فالثمن ديال 20 درهم الكيلو فهو ثمن اللي غالي مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي. فنتمناو ان المواطن البسيط المواطن الدرويش فالثمن ديال 20 درهم فهو ثمن اللي غالي مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي. Thank you.
لكن ما كتشوفوا معنا مشاهدين كرام مشاهدي قناة شو تيفي، فالثمن ديال الدجاج الرومي اليوم هنا بدي نصطاد، فالثمن ديالو اللي هو غالي مشاهدينا كرام مشاهدي قناة شو تيفي، فالثمن ديالو اللي واصل ل 20 درهم الكيلو. فنتمنوا ان هذه الاثمنه هذه انها تقص على المواطن البسيط المواطن الدرويش، فالثمن ديال 20 درهم فهو ثمن اللي غالي على المواطن البسيط. فنتمنوا ان هذه الاثمنه هذه انها تقص على المواطن البسيط المواطن الدرويش، فالثمن ديال 20 درهم فهو ثمن اللي باقي غالي مشاهدينا كرام مشاهدي قناه شو تيفي. كما كتشوفوا معنا على هذا البث المباشر من مدينة السطات بالضبط بالسوق الشعبي شطيب، كما كتشوفوا معنا على هذا البث المباشر من مدينة السطات. نتمنى ان هذه الاثمنه هذه انها تقص على المواطن البسيط المواطن الدرويش، فالثمن ديال 20 درهم يعني ثمن اللي هو غالي، يعني 20 درهم الكيلو الا بغيتي 2 كيلو غادي تلقاها ب 40 درهم، يعني 2 كيلو ب 40 درهم، 3 كيلو ب 60 درهم، يعني 3 كيلو لو بغيتي تاخذ دجاجه فيها 3 كيلو ب 60 درهم زائد البقيه ديالها زائد سميتو غتولي بواحد 65 درهم على ما اظن، يعني غتولي بواحد 65 درهم، فالثمن اللي 3 كيلو ب 65 درهم راه بزاف. كنتمنى ان الاثمنه هذه انها تقص على المواطن البسيط. كما كتشوفوا معنا على هذا البث المباشر من مدينة السطات، نتمنوا مشاهدينا كرام مشاهدي قناة شو تيفي، نتمنوا ان هاد الاثمنة هادي انها تقص على المواطن البسيط، لا يعني الدواجن لا اللحوم الحمراء لا الخضر لا الفواكه، فالاثمنة اللي بقى مرتفعة نتمنوا ان هاد الاثمنة هادي انها تقص على المواطن الدرويش المواطن البسيط الضعيف، ف يعني الثمن ديال 20 درهم هو الثمن اللي باقي غالي. نتمنى ان هاد الاثمنة هادي انها تقص مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شو تيفي. اذا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شو تيفي نشكركم على حسن متابعتكم، والى بث مباشر اخر ان شاء الله.